No era el puma. سمعته من شوي هون. ميتيكا. الاثنين شو اثنين بومة هون ولا كيف؟ في واحد قريب بس وين التاني؟ ما بعرف، حاسس راح يجوم علي راح يقتلني. مش شايفه اخوان، هما اتنين لازم. هذا صوته من هون بس مش شايفه. ذاك كلام معناته في هذا اللي هون مش كلام. الله مش شايفك. مية وخمسة كيلو غرام. هذا 105. طب ذاك التاني كم؟ مو شفته انا من شوي ضيعته. ما بعرف شو عم بيصير معه، معصب ايش؟ وصاروا اثنين هذا راح يفترسوني. بس ما بعرف هذاك كان بهذا الاتجاه، متأكد انا. ايه هذا كان بده يقتلني لو كيف؟ شباب والله انا يعني ما بعرف وين حطيت حلب ورطة. شو هاد؟ مولدير ليفل 4. ليه سكوره عالي؟ اي شو عم يصير؟ ليفل 8 بوما وليفل 4 مولدير وهذا اكسس دير. يعني حاسس راح يقتلني هذا والله يا شباب، مش عارف وينه بالضبط. وين؟ ما بعرف. الله يسعدكم تهجموا علي. يلا تعالوا، كم ساعة معصبين. الراجل ابني راجل يقرب علي.
شوف ما اربو حتى الان لعب هذا ليفل 7 الفوما هجم علي بس مو رجعت لورا الظاهر او شيء ما مشي حاله. شوف اسمع اسمع وانت من وقفت بيهجموا فورا عليك هيك الظاهر هم. خلنا ناخذ هذا بالاول امن عليه عشان ما بدي اموت. اروح الطيس اخذ صيتي بالاول بعدين ارجع لهون. ترى بشوفهم من هون يا اخوان. وين هذا؟ طب وين؟ والله ما بقى شكل هذول بيعرفوا يتخبوا ويجيك يعني بيقربوا عليك بدون ما تحس عليهم. عم بسمع صوت خطوات بس ما بعرف. بدي اخذ صوتي قبل ما انسى يا عمي. حاسس حالي بخطر والله. صوتي وين راحت؟ لا انا رايح بالمكان العكس غلط. ارجع يا معود هذيك هي. شوف ما فينا نلاقيهم هون. ماشي معقول ما يجوز صحت عليهم هذول. انا ما كان بدي اروح الاكسس زير لانه بصراحة شكله كتير حلو وجولد اكيد راح يكون ما شايفيني حالاته. طيب لكن صار الوضع هادي. بعرف شو اللي صار بالضبط بس الوضع هادي. وين الفوم بالضبط ما بقى اعرف وين صار. ما بيحاول يفترسني انا ماني فرعون. يكون مهون راح يكون زي هيك لكان مو لازم. ما جيت من هون انا. هذا البوما هذا هون. من هون هذا. هذا من هون راح. Very old, keep very old. سمحت انا اشيلوا هذول الاثار. اثار اكسس زير كانوا اثنيناتهم ليفل 3 بس ريد دير. هذا زير جديد بظن ما سبق وشفته هون. كان انا بودي البوما والله. بقدم عليهم شوي شوي هذول الهربوا من شوي. ما في داعي اني ارقد الا ما يرجعوا.
لازم يعني. اها رد. لا خلا خلا، ما اريدهم فين يروحوا هذول. صرت قريب على الاكسس دير، لازم شوي اهدي يعني. انا بصراحة ضيعت، ما بعرف وين صار. هو كان على مسافة، لازم هسه يكون على مسافة 150 متر. تعمله في الحالات الحرجة. طبعا الاكسس دير لحد الان هو من احلى يعني انواع بالشكل، يعني طبعا من احلى احلى غزال بالشكل، خاصة هذا اللي سبوتد، يعني هيك بيكون فاقع حمار كثير، مدري كيف. هذا الرجال مش ناوي أبدا يتحرك. طيب شو هذا وراه؟ أنت؟ طيب بس كانوا، أنا شفت الذكرين لازم هما، الثاني وين راح؟ الظاهر مش مهتمين فيه على أبدا على الخالص. بدي خاطر والله. لحظة، موقف؟ اوكي. هذا الثاني هرب. وينه؟ سمعت واحد هرب كمان. ما بعرف صراحة. جبنا ليفل 3 كثير حلو. صاب كتير حلو. جات لخيمتي كمان. شوف يعني سبوتد، يعني الوانه كتير كتير حلو يا شباب، من احلى انواع الحيوانات. الغزلان طبعا نحلاتك. طبعا نفدنا من هجوم البوما، الأسد الجبلي مدري شو بيسموه، كانوا ناويين ياكلونا. ما مشي حاله. كفو، وحش وحش صياد.